وللمستمعين الكرام بدي تحية لكل اللي بالمستشفيات وأهاليهم، وإن شاء الله ربنا يعطيهم إن شاء الله قريبا بيكونوا خارج نعمة المستشفيات. الشفاء. بدي بس أشير بداية إلى أن هذه الحلقة منقولة مباشرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5. وقبل ما بلش معك لأنه تأخرت شوي بالوصول، معنا على التليفون الدكتور سامي نادر اللي هو ضيفنا كمان اليوم بكواليس الأحد. صباح الخير دكتور نادر. صباح النور أستاذ شربل، وصباح النور دكتور أنطوان. صباح الدكاترة تنينكم. عفوا دكتور، الله يخليك. السؤال الطبيعي دكتور سامي نادر هو عن أفق ارتفاع الدولار بظل الخلاف اللي صار واضح بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، هل ما يجري كباش سياسي يترجم ماليا؟ ما يجري كباش سياسي، نعم، يعني هو نظام المحاصصة بأجلى صوره، يعني منه قدر إلا على التعطيل، لأنه لحد هلأ بعد 100 يوم من انقضاء يعني مدة تشكيل الحكومة، بعد 100 يوم عن تشكيل الحكومة بعد ما في أي قرار اتخذ، يعني تكون محق القرار الوحيد اللي اتخذ هو القرار عدم دفع اليورو بوند، وهو كان قرار منيح ولكن لم يكن مرفق بأي خطة اقتصادية بأي تدابير مالية إصلاحية، وبالتالي هيدا أمر من هالنوع رح يعقب الأمور. يعني إذا عدم دفع اليوروبون كان خطوة بالطريق الصح، ولكن كان يجب أن يكون مرفق بخطوات مكملة أخرى، وإلا رح تعقد الصورة على لبنان اقتصاديا ودوليا. إذا ومنشوف القرارات اللي صادرة، يعني بنحط مشروع كابيتال كنترول واللي ايضا هو ضروري على الطاوله بيرجع بينسحب، بينحط مشروع الهير كات بيرجع بينسحب. بعد 100 يوم ما عندنا خطه اقتصاديه متوافق عليها بين الفرقاء، عم يقعدونا فيها الخميس ان شاء الله يطلعوا متفقين، ولكن حتى يعني اليوم اذا بدنا 100 كل هالوقت ننتج خطه قد ايه بدنا تنقوم بالاصلاحات. وبالتالي انا شايف القطار سبقنا، ولأنه بعتبر أنه الحل بقرارين سريعين، قرار إصلاحات راديكالية، يعني في بدك تقص بالمالية العامة بشكل أساسي، وبدك ضخ سيولة بالاقتصاد اللبناني. هون في عنوان واحد هو صندوق النقد، وبالتالي اليوم ما في على الطاولة، وهالطبقة السياسية وضعت نفسها قدام خيار ما في غيره هو صندوق النقد، وبعد لهلا عم تتغنج عليه بدون هيدا النقد. بدون رايح البلد ايه ما في سقف، رايح الدولار على 10,000 و20,000 و30,000 لانه ما في سقف. نحن عم ننزف يوميا بحدود ال 25 30 مليون دولار حقيقه، لانه كل اقتصادنا مبني على الاستيراد. وبالتالي يعني بعد فتره مش قادرين نجيب الحاجات الاساسيه. اذا الاقتصاد مثل ما عم بيقولوا بده يصلح نفسه، هو هيدا خيار، هو بيعمل اوتو كوركشن بيصلح نفسه، بس هذا شو يعني؟ بس بعد يعني اي سمن بده يكون بيكون صاروا كل العالم على الطريق، ارباب العمل عاطلين عن ارباب العيال عاطلين عن العمل، وبتكون حقيقه نحن دخلنا الانهيار الكامل والمجاعه. بدي أتشكرك أنا دكتور سامي نادر على هذه المشاركة، وأعود إلى ضيفي. برحب فيك مجددا دكتور أنطوان صفير، وبدي روح مع المحل اللي كان فيه دكتور سامي نادر. يعني البداية وصول الدولار إلى مشارف 4,000 ليرة، ليش؟ كيف صارت هالقصة؟ وزير المالية عم بيقول إنه هذا السعر لا يمكن تفسيره لا ماليا ولا نقديا ولا سياسيا، وفي مضاربة عم بتصير. انت برايك شو اللي عم بيصير؟ خلينا نقول اولا انه لا موضوع الدولار مفهوم، ولا ببقى في منطق بالبابليك بوليسي، السياسات العامه صارت خارج المنطق، لانه صرنا بسياسه محاور. يعني خلصنا من موضوع 14 و8 اللي ما زبط، رجع يبلش هلا يبين عن جديد. يبين على اي اساس؟ يعني على اساس النتائج الباهره، يعني عم يجمعوا بعضهم الشباب. ما هي النتائج الباهرة، يعني اليوم عم بيقدموا بديل للناس. شو البديل للناس؟ البديل للناس نرجع على نفس الطريق، نرجع على نفس الذهنية اللي كانت قائمة واللي وصلت البلد لهون. وين السياسات العامة المعتمدة بلبنان؟
بالاقتصاد، بالقضايا الاجتماعية، بالاستشفاء، كل هيدي وين؟ طيب. ليش ما عم تنعمل كل التطمينات اللي كانت تنقال انه ما تعتلوا هم الوضع الاقتصادي، نحن اقتصاد مدولر ل 75%. ايه مدولر ل 75%، بس اللي معه كم قرش حطتهم بالبنك دولار ما في يجيبه، يعني صاروا مدولر ولكن اسميا مش فعليا. طيب هالناس اللي بتقبض باللبناني، ومين بيقبض باللبناني؟ كل الناس صارت تقبض باللبناني وعلى 1005 على 1515 و15 اوكي. اليوم المشكل وين؟ المشكل انه انت صار عندك اربع اسعار للدولار. عندك السعر الرسمي الرسمي اللي هو 15 15، وعندك سعر الصرافين اللي بتحددوا اللي بيحددوا مصرف لبنان، وعندك السعر اللي هلا طلعوا لنا فيه قصة كيف بيجيك مصاري من برا وبتصرفهم بشركات تحويل المالي، تحويلات المالية، وعندك الرقم الفعلي. طيب كيف سمح بهالشي مصرف لبنان؟ يعني هل أسعار أنا ما بعرف مصرف لبنان كيف عم يشتغل، بيطلع التعميم عبارة. وبيطلع التوضيح يعني للتعميم. أنا ما بعرف مصرف لبنان، أنا بسمع حاكم مصرف لبنان من قبل ما رجع تعين لمدة 6 سنوات بقول طالما أنا موجود الدولار الليرة بخير، هذا قال على تلفزيون. وصلنا للي وصلنا له. اليوم في مشكل، المشكل ما له علاقة بحاكم مصرف لبنان وحده، والمشكل ما في يكون دون حاكم مصرف لبنان. خلينا نحكي الأمور مثل ما هي. ليش ما في يكون إلا لأنه مصرف لبنان هو مسؤول عن السياسات النقدية، وهو مسؤول عن جزء من السياسات الاقتصادية لناحية المصروف. لا صرنا ربطينا بشخص حاكم مصرف لبنان. لأنه ما في مؤسسة، لأنه ما في مؤسسات بترتبط بالأشخاص. أنا دايما أقول هون عندك وين ما كان، لا ما في شخص لا بديل عنه، وكل شخص لا بديل عنه يعني ما في مؤسسة وراه. اليوم دول العالم، بنوك العالم، مؤسسات العالم اللي بتتعاطى بالمال وبالنقد وباستراتيجيا وبالهيلث كير وغيره ترتبط بأشخاص. كيف هاي وين هيدا؟ هي قرون وسطى. أنت اليوم ببلد كل الوقت تبخير لفلان وعلتين، صرنا 30 40 سنة، هذا منقذ وهذا مهم وهذا ما في منه وهذا وين وصلنا؟ طيب ما كمان في مسؤولية على طيب. الآخرين أكيد. أنه حاكم مصرف لبنان محل مشكلة الكهرباء. لا 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 أنا شو قلت؟ أنا قلت واضحة، ما فينا نحمل حاكم مصرف لبنان مسؤولية كل الانهيار، بس هو مسؤول عن شيء، وما فينا نشيله من جزء من المسؤولية لما وصلنا إليه. والحل اليوم، اليوم يعني اليوم بدك حل، أسئلة أساسية بده يتجاوب عليها. مين بده يجاوب عليها؟ كل المسؤولين. هو طالب رئيس الحكومة حاكم مصرف لبنان بإعطاء أجوبة ورح يعطي. أنا في سؤال أساسي قبل ما نوصل لهم، بيصدر النائب العام التمييزي قاضي غسان عويدات بيان من 3 أيام بيعرض فيه الرد اللي أرسلته لإله هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان حول التحويلات. عطيته شيء التحويلات؟ لا ما بعرف. هيدا أسئلة أساسية، هي أسئلة أساسية. النائب العام التمييزي هو بفرنسا بسموه بروكيرور دولاري. طيب شو بيعمل القضاء هون؟ يعني لا لا، ما هي القضاء كمان جاي بدك تحمله انت اوزار كل المشكلة ومش عطيه القوة اللازمة وبتتدخل فيه. هلأ صرنا شهرين عم نحكي بالتشكيلات القضائية التي لن تأتي يبدو. خيمي ما في مشكل حتى بالقانون الموجود اللي هو مش عاطي هالاستقلالية الكبيرة للقضاء، عاطي هامش لمجلس القضاء الأعلى، ومجلس القضاء الأعلى بياخد قرار بالتشكيلات القضائية وفق معايير هو وضعها. اوكي هلا بتقلي معاييره جمهوريه فاضله؟ لا، هيدا انسان عم بيشتغل، ولكن يسعى باجماع اعضائه الى ترقيه العمل القضائي اللي هو حارس المؤسسات واللي بعيد الاموال المنهوبه ووقف سرقه ووقف الفساد، لانه يد القضاء يجب ان تكون يد محرره من التسلط السياسي. وبحط لاول مره بالتشكيلات في اسباب موجبه، بتقوم معالي وزيره العدل تعترض على التشكيلات وهذا حقها. أنا لو كنت محلها كنت عندي ملاحظات بمضي وبحط الملاحظات حرصا على أنه موضوع التشكيلات القضائية اليوم يشكل قضية رأي عام
يسعى إلى رؤية القضاء محررا على الأقل من كل الأدران واللي كان. هي عملت مشكل إضافي، عملت مرسوم للتشكيلات العسكرية والتشكيلات المدنية. كملنا، بترجع القصة لمجلس قضاء الأعلى، مجلس قضاء الأعلى يصر على قراره وفق قضاء تنظيم القضاء العدلي بالإجماع، إذن أصبح في موجب قانوني على وزيرة العدل أن توقع. هون رحنا بموضوع أنا سندي مثل ما بيقولوا، يعني جينا فصلنا بين تعيينات التشكيلات العسكرية القضائية العسكرية والتشكيلات القضائية العدلية. رأيك بهيدا الشيء؟ يعني ما هو بيحكي عن حاله، ما بده رأي، غير مسبوق، مش صاير، غير مسبوق وإعاقة للتشكيلات إذا ما في تشكيلات. طيب، على الأقل في الوقت الحاضر. طيب، مين بده يحاسب مين؟ في محاسبة. أنا ضد القول فلان حرامي، فلان فاسد، فلان، لا لا لا، أنا ولا حضرتك، نحن فينا نقول مين فاسد ومين حرامي ومين آدمي ومين كذا، نحن فينا نوصف وقائع. أنا ضد التجريح الشخصي والحكي الشخصي، بس القضاء هو اللي بيجي بيجيب إكس وإجراج وزاد وبيقول تفضل، أنت موظف فئة تانية وفئة تالتة بالدولة، تمتلك أنت وعائلتك ملكية عقارية ومالية بملايين الدولارات، من وين؟ تفضل أعطيني جستيفيكاسيون، تبرير. قادر القضاء، أكيد قادر، بس وقت اللي بتخلي القضاء يكون فعلا بده ياخد القرار اللي بلاقيه دون العودة إلى هذا وذاك من الناس اللي نصبوا حالهم بالبلد على طبقولنا على نفسنا أكتر من هالماسك اللي حاطينه. يعني يا دكتور يعني صرنا 30 سنة، صرنا 30 سنة عايشين بين الآلهة، بين الآلهة، آلهة بالمصارف وآلهة بالسياسة وآلهة بالأحزاب وآلهة بالطوايف. وين صرنا؟ وين صرنا؟ دكتور رح تصير علبة الحليب حق 50,000 ليرة، وبعد الخطابات ماشي، وبعده 14 و8 وتحالف جنبلاط الحريري وتحالف بري فلق. لا يا خي، لا لا لا، لك أنا ما بقى أقدر أفكر لك مواطن ولك حقوقي، خلونا بالأول نشوف كيف بدنا نعيش بكرامتنا بالحد الأدنى يا جماعة. دكتور أطوان صفير، ما بتشوف نظرتك طوبوية شوي؟ يعني لا مش طوبوية، أنا عم بحكي واقع. يعني لما الرئيس الحكومي بيجي بيقول لك أنا ما معي خبر تعاميم حاكم مصر في لبنان، يعني أي دولة عم نحكي؟ شو يعني أي دولة؟ شو يعني وين بده يكون فيها قضاء؟ يعني يعني رئيس الحكومة مدعو إلى إما اتخاذ قرار في هذا الشأن. هلأ تكليف شركات للتدقيق، هيدي بداية، هيدي بداية التصويب بس على حاكم مصر في لبنان؟ لا، على الدولة ومؤسساتها العامة ومصرف لبنان والمصارف. ليه؟ لأنه اليوم نحن ما بقى فيك، نحن مش مثل الأزمة القبرصية، ما وقت بيجوا بيقولوا لك نحن أنه ليك صار هيركات بقبرص، ما بعرف شو بقبرص، ما كانوا سارقين المصريات. في فرق بين الموفيز جيستيون وبين سرقة المصريات والناس المغتنية واللي عايشة بلبنان كأنه سلاطين. سلاطين بيبقى واحد ما بعرف بأي دايرة، ما بدنا نسمي تمن شهر، حياتك على عينك يا تاجر. وبعدنا لهلأ عم نسمع رئيس الحكومة بيقول 5,700,000,000 دولار، 13 مليار تهربوا آخر شهرين، 13 مليار و700 مليون يقال من 17 تشرين الأول لهلا. وانت 100 دولار ما فيك تجيب من البنك، انت بتنزل وبتنهين بهنوك على بواب المصارف. زلمي بيبقى عمره 70 سنة مجمع قرشين بعرق جبينه من 30 سنة شاغل، اما بافريقيا اما بالخليج اما بحرارة 50 و60، وجاي بس ليحفظ كرامته. نحن بجبالنا شو بيقولوا؟ هات لنشوف. بيقولوا ما بدنا نغتني، بدنا نعيش بكرامتنا، بدنا نأمن آخرتنا. وين آخرتنا؟ جابولن آخرتهم. صرنا بالآخر 2% بدنا نشيل منها. طيب خي، إذا واحد شغل 50 سنة بأفريقيا ومعه مليون دولار، ليش بتشلوا منها؟ شو عامل هذا؟ واللي معه 200,000 دولار لأنه هو سمسار بالدوائر العقارية أو بدوائر ما بعرف هون وهون وهون وسرقون، ليش هيدا بك تخليله إياه هون؟ هي الترانشات اللي بتشتغل ولا الحقوق؟ هذا واحد. اثنين، بقبرص صار في مشكلة بالبنوك، ببعض البنوك ما صار في مشكلة على مستوى قصوا شعر العالم، يعني الهيركات مش بس قصوا روسهم، هون بلبنان بدهم يقصوا لهم روسهم إذا فيهم. توصل المرحلة
انه انت وقت بدك تداوي بدك تبلش من مطرح. اهين شيء الاموال المحولة. انا اسأل سؤال برسم هيئة التحقيق الخاصة ومصرف لبنان والمصارف وكل الناس المسؤولة بهالقطاع، ردا على كتاب النائب العام التمييزي، ما هي قيمة واهداف الكتاب اللي ردت عليه هيئة التحقيق الخاصة وما عطيت الاسماء ولا المبالغ؟ قدرت تعطي الاسماء والمبالغ؟ طبعا هيئة التحقيق الخاصة الى حق كامل متكامل بحسب القانون ان تجمد الحسابات وان ترسل وراء البنوك، انتبه لانه هي شو صار، هو في بروسيدور. مين اللي جمد عملها؟ هذا السؤال. ايه اول شيء عملها، يعني خليني اقول لك يعني انه ما كله مرتبط بشغله كامل، كله مرتبط ببعضه. ما مين رئيسه؟ رئيسه حاكم مصرف لبنان. اوكي، هلا القصه وين؟ القصه انه هون في بروسيدور مع الاموال المحوله، وبس للفكره الاموال المحوله بلشت قبل تشكيل هاي الحكومه، عم نحكي بين تشرينين بس بلشت الثورة. ايه لا لراس السنة انفتحت القصة وبلش القضاء يتحرك بهذا الاتجاه. لجنة الرقابة على المصارف فيها تبعت ورا المصارف وتقول لهم تفضلوا اعطوني شو المبالغ مش الاسماء. هيئة التحقيق الخاصة إلى حق تسأل عن الاسماء، ومش البنك بحدد اذا انا علي شبهة ولا ما علي شبهة. انا محول مبالغ في هذه الفترة وقت اللي المواطن المعتر اللي ما عنده سند واقف برا وناطر وعم ينهان اون بلوس تياخد 200 دولار، هلا ما بقى ياخد، اجت الكوفيد ريحتهم من الدولار كليا كليا، صاروا يشتغلوا للساعة 12 يشتغلوا للساعة 12 وبيعطوا بالليرة اللبنانية. طيب بدي اروح انا على الوجه السياسي لهالمشكل استاذ دكتور انطوان صفير. يعني شفنا بذات الوقت انه في كباش صار بين الرئيس حسان دياب، بلش بالجلسه التشريعيه مع الرئيس بري، رجع استكمل من خلال الحمله على حاكم مصرف لبنان، يعني عمل مضبطه اتهام بدون اي اجراء، رد الرئيس سعد الحريري امبارح، شفنا بدار الفتوى شو صار. فاذا رجعنا لمشهد سياسي، مين بده أول شيء راس حسان دياب؟ هل هناك محاولة لإسقاط الحكومة مثل ما قيل؟ يعني هو في أسئلة. الحكومة عندها مهمة، شيك؟ كل حكومة عندها مهمة، على المهمات أوقات صارت نظرية لأنه بيعملوا هذا البيان الوزاري هيك مثل العناوين. اليوم إذا بدك تسقط هاي الحكومة شو البديل؟ شو البديل؟ هذا سؤال. أنا حكومة اختصاصية مثل ما كان لازم تكون. مرسي. السبب اللي ما خلى يصير في حكومة اختصاصيين مستقلين مثل ما نحن طالبنا وعم نطالب بعدنا لليوم بعده موجود، وبالتالي لن تكون هنالك حكومة اختصاصيين مستقلين في الوقت الراهن. ني هايدي على جنب، يعني الأمال مطرح والواقع مطرح آخر. اثنين، مجلس النواب اجتمع بجلسة تشريعية، شفنا لحقوا النواب يشوفوا هالبنود كلها. يا أستاذ يا دكتور، درسينا كلها هالبنود هيدي. شو يعني استعمال الصلاحية المعطاة باقتراح معجل مكرر وكله منبعته منرجع على اللجان؟ شو يعني معجل مكرر؟ ما كمان الرأي العام لازم يعرف، مش كل الناس اختصاصيين، انه يجي القانون بمادة وحيدة ويعرض على هيئة العامة، يعني ما بيخضع لي نقاش باللجان. هيدي صلاحية استثنائية بالقانون، يعني موضوع لا يحتمل التأويل والبيروقراطية باللجان والروحة والرجعة واللجان الفرعية وغيرها، بنروح عليه. بس ما فينا نشرع بواسطة هيدي الطريقة، لأن هاي الطريقة استثنائية، في أمور لازم تندرس، بس بدها تندرس مش بالتسويات. أنا بيعشبوني بمجلس النواب هون بيشيلوا النصاب، والحلو من 14 ومن 8 السابقين بكونوا التجربة ما بدنا إياها تنعيد، لأنه ما بشوف يعني خليني أقول لك بكل صراحة، كنا ب 28 مليار دولار دين لل 2005، صرنا هلأ على بواب الإفلاس، يعني تخطينا ال 100 مليار ووقفنا دفع وصرنا بالديفولت، وما عدت الناس قادرة تاخد مستحقاتها، حتى المدخرات اللي بالبنوك ما قادرة تاخدها. يعني شو نتاج 14 و8؟ يعني مع احترامي إلهم وكل اللي عملوا، شو طلعوا؟ شو طلعوا بالنتيجة؟ يحيي قدامنا. أوكي، شو يعني أنه النتيجة نحن عم ندفع ثمنها؟ خلينا نعمل موضوع حسابي بسيط. أحد العمدة بالجامعات الخاصة بيتصل فيي مباري
قال لي استقلت من الجامعة بارح. ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي كي رئيس الجامعة بيقول لي معاشك صار نص ما بيكفي مصيبة الدولار. قلت له كيف؟ قال لي أنا يعني أنا بياخد رأيي كمحامي إذا بدك. قال لي كان معاشي 6,000 دولار 9 ملايين ليرة كان ماشي حالي. 9 ملايين صارت 4,500,000 بده يعمل كات. طيب الأربع ملايين وخمسمائة ألف ما بقى 3,000 دولار، الأربع ملايين وخمسمائة ألف صارت 1,200 دولار اليوم. عم نحكي بعميل جامعة. إيه قال لي هلأ بتحرز أنا بعد روح أعمل ساعة تأوصل وساعة لأرجع وكون في مسؤوليات وفي قصص، وأنا بعرف. قال لي بعد شهر شهرين رح يقولوا لي 30% وبعدين رح يقولوا لي باي باي. اليوم بارح بالتمام عم بيحكي معي رئيس عام احد الرهبانيات الكبيره، انا وكيل محامي معه، عم بيسالني اسئله هيك تقنيه. قلت له شو الموضوع؟ قال لي شو الموضوع؟ في 60,000 عاملين بالقطاع التربوي الخاص بالمدارس الكاثوليكيه وغير الكاثوليكيه، هو كيف بده يندفع لهم ومن وين؟ على نص معيش، على نص معيش من وين؟ اذا الرسات بالمدارس وبالجامعات ما عم توصل لل 19-20-22%، كيف تمشي الامور؟ هاي الكارثه بالقطاع التربوي. يعني اولادنا رجعنا على نحن وقت كنا وقت خلقنا تاني سنه صارت الحرب، في ناس خسرت سنه اذا بتتذكر، دمجوا سنتين بسنه. ايه ورجعنا ب 89-90 كمان، انا كنت وقتها بدي بلش بالجامعه اليسوعيه، وقتها عملنا سنتين بسنه وقتها بهالتحليل. طيب هلأ رجعنا على هالموضوع بس لأسباب أخطر. طيب هاي الأسباب الخطيرة دكتور أطوان صفير ما بتخلي أولوية إجراء انتخابات نيابية مبكرة؟ يعني شفنا مجلس النواب كيف تعاطى مع الموضوع. ما بيقبلوا. ما أنا حطيت على تويتر هيك بحث إنه اليوم ما بتقبلوا بانتخابات نيابية مبكرة، مش لأنه محافظين على الديمقراطية، لأنه يا جماعة في ناس دفعت ملايين الدولارات لعملت نواب بدكم ترجعوا تدفعون مرة تانية. طيب والحال منضل معنا. تانيا وأخطر، الرأي العام أصبح في مكان آخر، الرأي العام رافض لهذه التصرفات، عبادة الأشخاص والأحزاب والتيارات والركض على العمياني دون تفكير ما بقى مقبول. شو لازم يصير ليصير في انتخابات نيابية مباكرة؟ هي ثورة رح تصير. حكم ستفرض إذا لم تتحول الانتفاضة إلى عمل منظم وفق شعارات قادرين نحققها في الآونة، يعني في المنظور، خلينا نقول تخرج عن سياق ضد فلان وضد علتان وضد كذا، خلينا بالمعقول، يعني اقتصاد، اجتماع، قضايا معيشية، لأنه بلش الجوع يضرب، وإذا بلش الجوع يضرب ما بقى في حاجة نحكي بالعناوين الكبرى لأن ما عاد إلى أهمية. هيدي الانتفاضة أنا أعول عليها كمواطن، كشاب، وكحقوقي، وكرب عائلي. يعني أنا بتطلع، أنا عندي ولدين الله يخليك، ولادك ولاد الناس الله يخلي لك إياهم، ولاد صغار، أوكي 7 سنين و4 سنين. أنا ما بخفي عليك وكل الطبقة الوسطى مثلي واللي ما دون، بس يفكروا بالموضوع بيهب فيهم هب سخن. ليه؟ يمكن ما نقدر نعلمهم لأنه مش قادرين، وإذا قادرين يمكن المدارس ما تفتح، يمكن نوصل للهولد أب والزعرانات والتشليح على الطرقات على طريقة فنزويلا. رحيق فنزويلا، ونحن شو منتشبه لفنزويلا؟ أكبر مصدر للبترول بالعالم، عنده جبال من الألماز والزنك والذهب، لأنه في فساد. ليك وين وصلت فنزويلا، من أغنى بلدان العالم بالمصادر الطبيعية. أنت ببلد بتجي بتنهبوه يا جماعة، هذا النهب المنظم. وبس بدي حاكم دكتور شرب المارون بده يفتح لي أنا أنه أنت جدك كان بأيام العثمانيين ما بعرف وين، فلان ما فلان. خي انا حكيني عن قضيه، ما تحكيني عن شخص، انا حكيني عن قضيه. انا خي حاكم مصرف لبنان على صعيد شخصي من شيء، ولا يعني ما لا لي معه ولا لي عليه. انا ما بحاكم اشخاص لا كمواطن ولا كمسؤول، شو ما كنتوا باي نطاق. انا بدرس ملف مثل القاضي،
بقول لك القاضي انا اعمى، انا ما بعرف مين صاحب الملف، هيك لازم يكون. انا بشوف شو معطيات الملف في واقعات وعلى اساس الواقعات ببني القانون. دكتور أنطون صفير بينضم لنا مباشرة عبر الهاتف النائب ميشيل ظاهر. صباح الخير. صباح الخير إلى دكتور أنطون حبيبي. صباح الخير أستاذ ميشيل. أستاذ ميشيل، سؤالي لوين رايحين اقتصاديا؟ هذا السؤال اللي عم يطرحوه كل الناس، خلاف بين السلطة السياسية وحاكم مصرف لبنان، الدولار فلتان والأحداث يبدو إن سبقت السلطة، مين المسؤول؟ مسؤول يعني اذا بدك نحكي بكل صراحه، خلينا نحكي بلا كفوف، يعني المسؤول هن الناس، الشعب اللي تركوا هاي الطبقه السياسيه في وسط الملعب. هاي اول شغله. ثاني شغله انه التعميم اللي عملوه محاكم مصرف لبنان كان اول واحد اطلع الصرخه انا باتجاهه. هلا الناس حاطه مصاري بالبنوك صحيح وحقها وتسحب مصاري، بس بتعرف وين المشكله؟ المشكله انه سمح يعطي 800 مليون دولار ما يعادل بالليره اللبنانية. هودي كانوا عم ينعطوا دولار فتره من فترات، تنزل على السوق يروح ياخذ 300 دولار او 200 دولار قروش الانسان، يروح يصرف 50 دولار يشتري فيها اغراض. فكان عم يروح لايدين الصرافي بياخذ 500 600 مليون دولار، كانت القطاعات الانتاجيه تجار المواد الغذائيه عم يشتروا من الصرافي ليامنوا المواد الغذائيه. بالتعميم اللي صار، يعني صار في 800 مليون دولار عم ينزل نصهم اذا بدك على السوق لينشرهم عند الصرافي، بالاضافه الى حاجه القطاعات الانتاجيه ياخذوا 500 600 مليار، يعني صار المطلوب من الصرافي امنوا مليار دولار. والصرافي ما بده يجيبوا مليار دولار، يعني بطل دور الوساس. وانا برايي هي عمليه تجويع وافكار للشعب اللبناني. يعني في خطا بالتعميم اللي صدرت؟ اخي مش موضوع الخطا، اكيد في خطا، لانه ما كان مجبور يصدر تعميم. وثاني شيء خلينا نحكي بكل الواقع، يعني امبارح كان بعده عم بيقاتل الحاكي، وبتعرف انا من مجلس النواب اول واحد اطلق الصرخه لعدم دفع اليورو بوند، لانه عارفين شو كان عم بيطمن الناس ويقولون لا ما في مشكله ومعنا ندفع. مع العلم انه الاستحقاقات هي السنه هي 4 مليار ونص. طيب انا بدي اسال سؤال ثاني، كانت 4 مليار ونص وكان مستعد يدفعها. طب انا بدي اسال سؤال ثاني، نحن رصدنا للمحروقات بحدود 3 مليار ونص دولار، تخيل نزل سعر البترول 30%، يعني فاض معه حوالي مليار دولار في قادر كان يستعملها. طب طلب منه، طلب رئيس الحكومه منه يستعملها، رفض. طيب اوكي رفض، معلش تعرف شو بقول له رئيس الحكومه؟ انا خبرني يا رئيس الحكومه شو قال رئيس الحكومه بالحرف الواحد، قال له ما الدولار انا ما معي مصاري بقى اتدخل، وقال له الناس رح تجوع، قال له ما حدا بيجوع ما حدا بيموت من الجوع، الناس بتعود. طيب هيدا كلام مسؤول؟ هيدا كلام مسؤول. طيب هذا اللي عم بسالك اياه. هيك مصرف لبنان اول شغله. ثاني شغله انا رح احكي اياها بكل صراحه، هاي الهندسات الماليه اللي كلفت 5.6 مليار دولار يا اخي. اوكي كحاكم انا ليك بالتعميم انا ما لي عليه شيء، لانه هو عنده صلاحيه يعمل تعميم بده اياها. هلا بيحط الحكومه بالجو ما بيحط، هذا موضوع تاني، بس هو صاحب القرار يعمل التعميم. بس انا اليوم انا بحكيك عن الهندسه الماليه، طب انه معقول مجلس النواب قاعد مش متشاهد ما شافش حاجه؟ يعني انه معليش انك انت تروح توزع 5.6 مليار دولار تدفع 31.25% فايده بالوقت الفوائد بالعالم كانت 3، والتامين على سندات الخزينه اللبنانيه بتكلف 3.5، يعني كان قادر يتدين ب7. ليش دفع 31؟ لانه دفع 31 لانه كان في بنوكي رح تفلس وبده يعمل لها عمليه انقاذ. طب انت بهذا الموضوع مجبور ترجع لمجلس النواب تاخذ موافقته. ما يعني في مواضيع كثيره بينهم. طيب وليش ما تحرك مجلس النواب؟ يعني كمان هون السؤال. انا ما كنت نايب خيي، انا بعد ما قد ايه صادق بالاصل من امبارح العصر، انا عم مارس دوري النيابي باكثر من طاقتي بالمواضيع الماليه الاقتصاديه. لا لا انا عم بحكي مجلس النواب كمؤسسي دكتور حبيبي، انا طلعت الصرخه بقصه اليورو بوند انه مش لازم تندفع، وكل الناس بتعرف انا كنت عم اقدم قانون الكابيتال كنترول، ليك وين صرنا هلا عم تندم على الكابيتال كنترول يا اخي. ما حدا بده يحل. انا موضوع ليك في مشكله لبنانيه اليوم، نحن اذا بدك في عنا حاله من الاحباط، بس هي الحالة الطبيعية. نحن كنا عايشين بمحل غير بأكثر من طاقتنا، نحن شو بننتج دخلك بلبنان؟ اقتصاد ريعي عايش على الفايدة ما في انتاج، كنا عايشين بفترة من فترات نحن أكثر من طاقتنا كلبنانيين، بدنا نكون صريحين مع الناس. كنا عايشين وصرفنا وصرفنا وصرفنا، صار كل واحد يروح ياخذ 15 معاش، طلع بالمطار صار 8 مليون راكب وصل المحل. يا أخي طب إنه شو بتنتج أنت؟ مينك أنت كلبناني؟ شو عندك انتاج؟ شو عندك مقومات؟ عشنا بفترة سكرنا كلنا سوا، مصاري السهول سهل الوصول إلى، وفي ناس كمان طمعت راح جابت مصاري من برا بالوقت اللي كانت الفايدة برا 1%، كنا عم ندفع 10 و12% ونستقبل ودائع.
في عنا مشكلة بدها حل. هلا بتجي تقول الحكومة شو عملت هلا سريعا إذا بدنا نحكي عن حل، إذا بدنا نحكي عن حل اليوم شو برأيك لازم ينعمل؟ خير الحل موجع، الحل موجع، بس المشكلة إنه ما في جرأة من الطبقة السياسية تصارح الناس. دكتور في بعد معنا 21 مليار حسب ما بيقول، ما بعرف هلا جابوا شركة كرول، كرول هي شركة تدقيق للجرائم المالية، يعني في جرائم مالية صايرة، هن متخصصين بالبنوك المركزية وبالجرائم المالية. أخي ما لك حق أنت تروح تدفع 40% فوائد بالوقت كانت تدين 7. أنت بدك تدعم بنك تجي على مجلس النواب بتقول هذا البنك وضعه هيك 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 بدي أخذ موافقتكم، أنا بدي أحط 5-6 مليارات دولار بالسيستم المصرفي، يا بيعطيك الموافقة مجلس النواب يا ما بعطيك إياها. مشكلتنا بالاثنين ما عادش حدا اشتغل شغلته. طيب ال 400 مليون دولار اللي حطهم على الشركات الناشئة كبوا 400 مليون دولار. انا بكل صراحه انا رحت لعنده لما عمل التعميم، هذا الحكي من 3 سنين وما كنت نايب، قلت له غلط اللي عم تعمله، خلقت بابل فالويشن بابل اول شغله، ثاني شغله وين صاروا؟ شوف لي شركه من ال 400 مليون دولار حطيناهم بالتعميم، شوف لي شركه شغلت موظف لبناني، وين صاروا؟ اللي سكر سكر واللي نقل على دبي نقل على دبي، وشو استفاد الاقتصاد اللبناني منه؟ هاي اموال المودعين يا اخي. انا زلمه تعبير بافريقيا تعبير بالسعوديه، ليه حط مصرياتي بلبنان هون عم يتوزعوا؟ كانوا عم يتوزعوا، بعدين شو اللي وصلنا لهون؟ ليش انت الشعب حاسب؟ هيدا يمكن السؤال الكبير اللي بدنا نساله. في دار الافتاء عم يحكي انه رئيس الحكومه عم يطلع بالمرايه وعم يطلع لورا. انا ما عندي دفاع عن رئيس الحكومه، وانا بتعرف ان انا ما اعطيت السؤال للحكومه، مزبوط. بس معلش لما انتخابات 2009 بتكلف 22 مليار وانتخابات 2018 تكلف 155 مليار، لا يسمح لنا شوي انه هذا مجنون. طيب هي المشكله في ملفات، كل واحد ياخذ ملف. انا بدي اتشكرك، كل واحد بده يجيب ملفه وبده يجيب ملفه، صارت البلد عباره عن محميات وسرقه نادره. بدي اتشكرك بدي اتشكرك استاذ ميشيل ظاهر على هذه المداخله والمشاركه حبيبي. برجع للدكتور انطواس صفير، رايك باللي سمعته، في مسؤوليه على الناس كمان؟ اكيد اكيد في مسؤوليه على الناس، اكيد في مسؤوليه على الناس. ليش الناس عندنا بلبنان لحديث اليوم هيك ما بعرف في وقت كثير ما بتعرف ما بعرف شوفها على على ستاتيو بالواتساب تحط لي صورهم بده يظهر ساعه بعد كل ما جرى بده يظهر بكره بعد بكره انطروه وانت ما بتنطال امنا باسمه وانت فلان وانت حصرمي وانت ما بعرف شو خبريات، بس البلد شعبه يتحرر من التبعيه للاشخاص ولا الجماعات ويصير انسان حر يلتزم بقرار وطنه ومصلحه وطنه، ساعتها بنوصل لمرحله. هيك كان يقول الرئيس شهاب. طب ما بدك تعطيه وسيله يعني شهاب. النظام مثل ما هو كمان مكبل هالقصه اكيد هاي. مكبل، بس انا وقت اللي في موضوع بقبلوا وبنادي فيه شيء، وقت اللي بقبلوا على مضض شيء تاني. أنا بقول لك بكل صراحة أنا ما رحت انتخبت، مع أني أنا مؤمن بالديمقراطية وبتعاطى بالشأن السياسي، لأنه أنا على الأقل بمنطقتي كانت الديمقراطية معطلة، كنت عارف النتائج سلف ولو بدها كتير، كنت عبواكب الانتخابات على على يعني على الـ LBC يوم الانتخابات وتاني يوم. كيف أنت بدك تفوت بانتخابات أو بدك تنتخب يعني مرشحا كنت أم ناخبا وأنت عارف النتيجة والشكات عم تتوزع؟ دكتور لا يمكن لنظام زبائنية أن يستمر بهذا الشكل، بحط مصاري بالانتخابات تأرجع أخذهم أنا وبالسلطة. أنا بتحدى كل الناس اللي عم تعمل لي حالة أنه هي هو أن تعلن للمل ماذا تملك هي وعائلاتها في لبنان والخارج من أملاك وأسهم وأموال وعقارات. يا جماعة أكبر سرقة في العصر الحديث حصلت في لبنان. نحن بلد منهوب وبلد شعبه مزلول، بلد لليوم جامعته اللبنانية عاملين يعني بعتذر القول بدهم يعملوا زريبة، ما بدهم حدا يتعلم لأنه بيعتبروا هاي جامعة الفقراء. أنا ماني خريج جامعة لبنانية، بس أنا أحترم كل إنسان بالجامعة اللبنانية وبالمدارس الرسمية اللي عم بيناضلوا في مطارح ما عندهم تدفئة، في مطارح الماي نازل عليهم. الضمان شو صار؟ الرئيس الشهاب عمل الضمان، كان يربح الضمان، كانوا يجوا من أوروبا بعثات ليشوفوا كيف الضمان الاجتماعي ماشي قبل ما كندا عملت
الضمان الصحي سنة 70 نحن عاملينه بأيام رئيس شهاب، والكهرباء كان عنده وفر قبل الحرب. طيب تطلع انت وين صرت؟ وين صرت؟ على أي أساس؟ بيروح واحد على المستشفى بيقول له أنا على وزارة الصحة، بيقول له ما عندي. شو يعني؟ أنت فقير روح موت. شو بيعمل هيدا؟ بيروح عند الزعيم الزويعم. ليش الزويعم؟ لأنه في 4-5 تلقطوا بالبلد وفي شغيلة في عنده. جماعة عندهم حتى ما بقى يعملوا وزراء ونواب. ايه صاروا يبعثوا ناس. أوكي؟ بيروح عند الزويعم بيقول له هيدي القصة هيك، بيقولوا ايه بس انتو دخلك بالانتخابات، انتو عائلتك ما كنتو ماشيين مزبوط. بيربيه كم يوم للزلمة معه سلطان او معه بالقلب، وبيرجع بيزلوا وبيرجعوا بيجوا بيشكروا. طيب مع كل هيدا كانت ماشي، كانت ماشي طريقة عشائرية، بس العشائر عندها مبادئ. نحنا كانت ماشي بطريقة هيك يعني انه فلان ولو شو فلان شو عمل مش شو حكي. انا استاذ دكتور قاعد اليوم عم بتناقش انا وياك، حضرتك لا نايب ولا وزير ولا أنا نايب وزير، إلنا حق نناقش دون اتهام الناس ودون أنا ضد اتهامات العالم. وهذا الحكي التجريح الشخصي ليه؟ بروح على التجريح الشخصي تما ناقش بالموضوع تأبعد عن الملف. أنا بيعجبوني أنت كنت بأيام جميل السيد أيام حزب الله، أنت كنت مع 14، أنت كنت مع خي كله هذا شو بهمني أنا الموضوع. أنا حكيني اقتصاد، هلا حكيني لشوف كيف بدنا نعيش، نعيش بكرامتنا بالحد الأدنى يا جماعة. ما بدنا نروح لا مطاعم ولا اوتيلات ولا، بدها الطبقة الوسطى بس تاكل تعيش بكرامتها وتعلم ولادها. طيب الكل اللي بيحكي بمكافحة الفساد، الكل اللي بيحكي بس في إلية وقف الهدم. أنا الإلية شفنا بمجلس النواب لما اجت الفرصة رجعنا قانون مكافحة الفساد، رجعنا ردينا للي جاي قانون رفع السرية المصرفية، إنه هودي ما فيهم صفة العجلة. دكتور لشو السرية المصرفية بعد؟ السرية المصرفية انعملت أيام رئيس شمعون وأيام رئيس شهاب، هن اللي بنيوا المؤسسات يعني، إن كان قانون نقد والتسليف، كان قانون سرية المصرفية وإنشاء مصرف لبنان وكل القوانين اللي إجت متتابعة، وطبعا يعني كل الطبقة اللي كانت موجودة اشتغلت بهالاتجاه. أوكي؟ ليه؟ ليعملوا ثقة، ليجذبوا الرساميل من العالم ليحطوها بلبنان حتى بأيام الحرب. ومش الحرب الأهلية، ما كانت حرب أهلية بحياتها، كنا أدوات لصراع الخارج، حروب الآخرين، حاج كل واحد إلي الحرب الأهلية. حتى بعض الناس اللي ما يعني لأنه ما عاد في خلفية للفكر السياسي، صار كل واحد بيشملي شو بيطلع براسه بيحكي. الحرب بلبنان ضلت المصارف قلاع مصرفية، وكانوا 91 هي قبل الدمج. ليه؟ كان في مصداقية، كان في ثقة. اليوم فقدوا الثقة وضربوا المصداقية، ما عاد بحاجة للسرية المصرفية إلا لإخفاء الثروات غير المشروعة اللي انعملت بلبنان واللي تحولت من لبنان. للسبب لازم يكون في تدقيق من بعد قانون العفو اللي صدر بال91 لتاريخ اليوم، كل المبالغ التي حولها السياسيون والإداريون والقضاة والمسؤولون مما كان يكونوا ما عملتهم حدا، كل الموظفين وكل المتعاقدين واللي عندهم التزامات مع الدولة. كل صراحة هلا الحكومة بالبنود الثمانية لموضوع التدقيق المالي الداخلي الأودت والأودت الخارجي، هيك لازم تصير الأمور إن شاء الله تصير بالشكل الصحيح. بتتصور إنه رح ينعطى غطى سياسي لموضوع، لأنه مثلا موضوع التدقيق بمالية مصر في لبنان يعني قلع يبدو، حكي رئيس الحكومة رايحين في 3 شركات دولية ستتولى هذا الموضوع، قادرين نعمم هذه التجربة على الصناديق على المؤسسات؟ إذا ما عممنا التجربة ما إلى أي أهمية، ما إلى أي أهمية يعني. طب حدا بيجيب الدب على كرمه مثل ما بيقولوا بدون يجيبه حدا يحكمون؟ بدي أقول لك شيء بكل صراحة، اللي منه عارف أنه مساء 17 تشرين كان نهارا آخرا ولو متأخر يكون مغلط. هون طرحت موضوع يعني الثورة، رجع الزخم للثورة رغم الكورونا. تأمل ناس نازلة عم تتحدى الموت، عم تتحدى المرض، وعندها أولاد. هيدا اللي بده يحرق حاله، وهيدا اللي بده يبيع أولاده، وهيدا اللي بده يبيع كلوته. والخطابات ماشي، أنا هيدا اللي شيء المثير يعني. دكتور نحن عاملين عدة مرات شي سريالي، أنا إذا بتشوفني لأول مرة طالع من طوري
بعرف بعرف اليوم يعني شايفك بمحل ما مقبول. مش هيك كانت يا دكتور؟ عم نشوف الوجع بيناتنا، عم نشوف الوجع بضياعنا برعيانا. ايه في مشاهد ما كانت موجودة. تالإنسان الجبلي يقلك ما معي تأكل، شو معناتها هيدي؟ لك شو معناتها؟ طيب شو المطلوب للثورة لحتى تنجح؟ يعني بعد ثورة من 17 ثورة في آلية إلها. الآلية هي الأوديت، المحاسبة. المحاسبة، نعرف ما لك وما عليك. طيب عم بتطالب بهيدا الشيء، لا حدا عم بيسمع. ما هي تباعا، السؤال هي تباعا، بس بدها توصل لمطرح، خلينا نقول بكل صراحة. فيها تكمل بالشعارات اللي هي فيها الغضب قاتل. طيب بس بده هيدا يتمنهج، ينحط خطة، ينحط ايادي. لليوم ما بنعرف منين. عبد الساتر كان عندكم، كان بصوت لبنان. الثورة الآتية هي ثورة الجياع. ثورة الجياع ما لها هوية سياسية، ولا لها هوية طائفية، ولا لها هوية حزبية. أرزمه يعني لها شيء إيجابي. ثورة الجياع لن تقبل بعد اليوم بهذا المسار. هيدي الحكي، خلصنا من الحكي. طيب وهيدي الثورة إذا ما في إلى إيادي، إذا ما في إلى خطة، إذا هلا مع الوقت بتتبلور من خلال انتخابات نيابية. احنا شو بدنا نعمل مجلس قيادة ثورة؟ مثل لا بس تنظيم خطوات هذه الثورة حتى يعني ما تكون عبارة سائر على طريقه، مضروري يكون بمكون يعني. والثورة ما ترفع يعني، أنا دايما بحكي معهم لأن أنا بعتبر حالي جزء من هالموضوع، كل واحد ضمن إطاره، وما حدا بيحكي باسم الثورة، هذا شيء أكيد. ليه ما حدا بيحكي باسم الثورة؟ لأنه كل واحد سائر على طريقته وعنده وعم يصرخ من وجع معين. مش كل الناس عم تصرخ من نفس الوجع، أوكي، أو من نفس الـ يعني بودى نفس الهدف. بس إنه اليوم في غضب، هذا الغضب أنا عم بعبر عنه وحضرتك وكل الناس، وقلت لك كيف كشاب وكإنسان وكرب عائلة، وكل الناس هيك، كل الناس هيك. سووا الغني بالفقير، ليه؟ اللي معه مصاري بالبنك وكان عايش بكرامته وما انه سرقهم، شغل بحق بخوف الله، ما بقى قدر ياكل، قال هلا بيعطوا اياهم بالليره اللبناني. ليش خيبك تعطيه بالليره اللبناني؟ ما معي دولار. ليه ما معك دولار؟ رئيس جمعيه المصارف يتحفونا كل مره بخطاب هذا بتصفير. ايه بتصفير من بيروت. مزبوط لك يا دكتور، بدنا نخلص من قصه الارتباطات والانتماءات. والله نحن تعبنا، عم بحكيك أنا بكل شفافية وأمام الرأي العام، واليوم يوم أحد وكل الناس عم تسمع وعم تشوف ردات الفعل عبر الواتساب. موضوع إذا ابن صفير ولا ابن فلان ولا رئيس جمعية مصاري بيقول روحوا جيبوا مصرياتكم من الحكومة. يا أخي ما عم بفهم أنا ما عم بفهم. أنا جاي سجل بإذاعة صوت لبنان، أنا وطالع بقلكم ولو بدي هالسيدي اللي روح جيبه من الإذاعة الفلانية. يعني أنا ما أنا حاطه سجلت عندك. كيف الإيداع؟ المودع هو سيد الإيداع، يأتي وفق الكونترا. أنا في كونترا عامله حاطط هالمصاري بتاريخ واحد أدار، بقدر روح مصريات جيب مصرياتي. لك ما وقفت هيك، وقفت إنه عم تنهان الناس كمان. بدي أفتح معك دكتور أبوصفير بختام هذا الحوار موضوع له علاقة بالحل المطلوب، يعني حكي عنه الدكتور سامي نادر ببداية هذه الحلقة. يمكن ما عاد عنا خيار آخر، صندوق النقد الدولي. أكيد. يعني بدنا خطة متكاملة. أكيد. بإشراف هذا الصندوق. ليش لحديت هلأ الحكومة بعدنا منحس أنه ضايعة، لا قدرة تعمل خطة اقتصادية واضحة عم تعد لجمعة الجي؟ سادر وينه؟ سادر يمكن التطورات، لا هلأ راح سادر. بس قبل ليه سادر من نيسان وهي معلش المجتمع الدولي، يعني احنا بلد الفرص الضايعة. لا لا المجتمع الدولي يعني ما بيعطي شغلة مثل مؤتمر سادر قبل انتخابات نيابية. يعني سوري هن بيعرفوا بديمقراطية أكتر منا. هيدي صار عمليات لتهيئة الانتخابات النيابية للتجديد للطبقة السياسية. لشو صار بزيادة الرتب والرواتب؟ ما خربوا بيوت الناس كمان قبل الانتخابات؟ لا درسوها ولا عملوها توظيفات العشوائية. ما عرفوا قديش 800 مليار. أنت بتذكر نائب سامي جميل اللي عمي يقال إنه مليارين، مدري مليار وثمانمية، طلعت مليارين. مليارين وثمانمية. طب كيف هاي؟ كيف يعني شو كيف أنتوا عم تدرسوا؟ طب جيتوا زدتوا 6 درجات بالقطاع التربوي الخاص، شو صار؟ المدارس المجانية وشبه المجانية سكرت. ليه؟ عم بعطي حقوق المعلمين، أعطيتوا هيك حقوق المعلمين؟ من هو المعلم اللي استفاد من القبرية هيدي؟ هلا الأولويات برأيك؟ الأولويات إنه صندوق النقد بدهم يتعاطوا معه.
وصندوق النقد بده يشرف للأسف على كل المواضيع اللي بدها تصير، وعلى الريستركتوراسيون للقطاع المصرفي. بده يكون في إعادة هيكلة للقطاع المصرفي. وقت اللي بدك قصة تشيل هيركات على جنب، بدك تقدم بديل. البديل هو التشريكي. التشريكي يعني قطاع خاص وقطاع عام. لا يعني المؤسسات الدولية المنتجة بتتحول إلى شركات. هالناس اللي عندها مصاري بالبنوك لها الحق، مش طبعا مش بالقوة، انه تكون مساهمة، انه تكون مساهمة وتشوف بعد شهر وشهرين تشوف نتاج، يعني مثل السلولار وقطاع قطاع الهاتف، يعني ان كان خليوي او هاتف ثابت، قطاع المرافق العامة يعني البورات والمطارات وغيرها، قطاعات تتعلق بالريل ستيت تبع الدولة، يعني كل الاصول التي تمتلكها الدولة. هون ساعتها بهالعملية التشريكي هيدي بده يكون في رقابة دولية، بده يكون في رقابة دولية، والرقابة من مصارف استثمارية ومؤسسات دولية تتعرف هل المال كيف بده ينصرف وعلى أي أساس. ونخلص من موضوع التوظيف السياسي، لأنه التوظيف السياسي هو غش. غش لمين؟ أول شيء غش للشخص اللي موظفينه، هاي أول واحد. ليه؟ لأنك جيت وظفته على سنتين وانت عارف أنه الدولة مفلسة، يعني قطاع الخليوي أرهقته، قطاع البورات أرهقته، قطاع ليه؟ لأنه بدك تعمل توظيف سياسي للانتخابات. دولة ما بتمشي بهاي الطريقة، نظام ما بيمشي بهاي الطريقة. حاج بقى كل واحد يتمترس وراء الطائفية. أنا أكتر شخص بؤمن بالتعددية، التعددية الطائفية والمذهبية والسقفية، ونحن عائلات روحية بدنا نحافظ على حالنا، بس ما تتمترس لي وراء الطائفة إنه إيه ولو هيدا ماروني وعدقوا فيه، إيه الماروني الحرامي بتركه يسرقني ويسرقك، والمسلم لأنه كمان عنده بيقول لك هذا لا هذا سني وعدق فيه وهذا شيعي ما عدق فيه ودرزي ما عدق. برافو عليكم، هيك عملتوا بلد. كأنه الفساد له دين. هيك عملتوا بلد، هيك وصلنا لمرحلة لاعت في مؤسسات، لاعت في مؤسسات رقابية، لاعت في مؤسسات مصرفية. لا شو ها شو اللي عملتوه؟ لك رح نصير مضرب مثل يا دكتور. بل بلشنا هلا بالعالم. صرنا. كانوا يقولوا بالحرب فواتير بيجي على لبناز، يعني سيارة مفخخة على الطريقة اللبنانية. هلا بدهم يقولوا كوربسيون على لبناز وكوربتيزاسيون، يعني فساد وإفساد. كيف الإفساد؟ انه خيي أنطوان هيدا عم بكتر حكي، عمل له خيي 4000 دولار هيدا سكتوا. اي لهالسبب هلا انا بسمع اصوات هيك من هون اصداء عم نسمعهم وعم نقراهم. اي عم تقراهم بتفكروا انه مفكر هيدا وهيدا رجل او ست ضامنين بمصلحة لبنان وعم بيحكوا علم اقتصاد مش منشرقين بالاقتصاد لهذا وذاك. انا بس بدي بالختام لانه يمكن الوقت صار الوقت بقلك بكل صراحة، ما يفوتوا قصة انه اذا فلان ربح يعني فلان خسر. لا يا جماعة، طبقة البزنس السياسي اكلت لنا قوتنا من 30 سنة وهلا اكلت مدخراتنا واتعابنا ومعيشتنا، وهيدي الطبقة متكافلة متضامنة. ما حدا يشيل هيدا مسؤول عن هيدا، لا لا لا، بس انت مسؤول عن ملف وانا مسؤول عن ملف، وانا كنت سكت عنك وانت كنت سكت عنك، والحل هو في الخلاص من كل هذه الطبقة 100% من خلال انتخابات نيابية مبكرة 100%. بيبقى بختام هذه الحلقة من كواليس الأحد، اتشكرك دكتور أنطوان صفير على هالحوار المثمر مثل كل مرة على كل. الله يخليك. أنا بس بدي أقول شيء، اليوم نحن ب 26 نيسان وأنا هدي تذكارات دايما بذكرها. شرف. مثل بكرة 27 نيسان سنة 1986 تم احتفال تجليس البطريرك صفير. تحية لروحه بطريرك انطاكيا. يعني كنت أنا ولد بعدني وقتها، قال أنه قوتي بقوة من يقويني. حلو كتير. وهيدا لازم يكون شعارنا كلنا، مين وراك؟ قوتي بقوة من يقويني. يعني حقيقة ختامها مسك مثل ما بيقولوا الكلام بطريركي كثير مهم. مرسي. بيبقى أنه اتشكركم على هذه المتابعة، كان على الإخراج الإذاعي سيمون مصور، ومن خلف الميكروفون شربل مرؤون.